بتذكر اول محل لعبت فيه، يعني بعتقد في محل اسمه ميوت بشارع مونو، وكان في مشي، كان في اصحابنا جروب اصحابنا من الجامعه واصحابي واصحاب نبيه، وهيك بلشت اول سهره. بعدين سهره بعد سهره صرنا نجمع اكثر عالم وصارت هيك ناتشرال. يعني البلدان اللي رحنا عليهم مينلي، يعني عندنا جيجز بلبنان كل جمعه وجمعتين. البلدان العربيه رحنا على سوريا، على الاردن، على دبي بفستيفال كان كثير كبير، كان بحدود 10,000 شخص بدبي. كمان رحنا على البحرين كرمال فورمولا 1. هول مين البلدان العربيه رحنا عليهم، كفرنسا والمانيا كمان هن بلاد اوروبيه رحنا لعبنا فيهم. اثنين هايلايتس من 6 سنين لهلا اكيد كانت التكنو باريد بباريس، يعني هيدي ثالث اكبر باريد بتصير بالعالم بالالكترونيك ميوزك، بتجمع بحدود 500-600 ألف شخص بشوارع باريس. هن كنايه عن تراكس بحدود 20-25 تراك بتمشوا بقلب باريس، وكل العالم they just celebrate this culture of electronic music هونيك. تاني اكسبيرينس كمان المسكره هي الجيج اللي عملناها بدبي بالاتلانتس. It's a big festival called Sundance. بيعزموا عليه كمان big artists و big names، بيضلوا من التنتين بعد الظهر لتنتين على بكره. So it's a very good crowd, very nice atmosphere. اكيد الكالتشر من بلد للتاني بيختلف، والموسيقى من بلد للتاني بتختلف كمان. سو كل كراود عنده كالتشر، وكل كراود عنده طريقه يصار فيها. هلا ما في كراود احسن وكراود ابشع، هي كل واحد عنده الفايب تبعه، وكل واحد عنده الكالتشر تبعه. اكيد باوروبا هيدي الموسيقى اكثر متقدمه من ما هي بالبلدان العربيه، بس اي ثينك البلدان العربيه ومنهم لبنان اهم شيء، يعني عم بيكون on the topest level بهول compared للسين برا. يعني بيروت ميكس بلشت بال 2006 تقريبا، من بعد صيفية 2006 بلشنا نعمل سهرات بين بعض. أنا من ميلة ونبيه من ميلة، في فترة بلشنا نعمل هيك، وبعدين في friend in common عرفنا على بعض على الإنترنت، على الأمسان كان وقتها. So تعرفنا على بعض، صرنا نعمل سهرات مع بعض، فتنا على radio station، صار بيروتنا ميكس راديو شو. في شخص اصحابنا رونالد عرفنا على بعض، هيك بلشنا مع بعض. كان كل واحد عنده شو لوحده، then we merged them to Rolling and Nesta. صرنا تقريبا 6 سنين، يعني عندنا شو على الهواء وبنعمل سهراتنا ب all over the country. quite young، يعني أنا ونبيه، so we feel concerned، we feel an interest لل causes الهيومانيتير شوي. so انضمينا لحملة Dance for Life اللي هي حملة ضد ال HIV وال AIDS بالعالم، لتوعي العالم إنه يحكوا ويتصرفوا بموضوع ال HIV وال AIDS. هاي بلشناها مع Dance for Life، في ambassadors كبار مثل بول فان دايك، بول أوكنفولد، ساندر فان دون، a lot of big names and they support this cause كمان. وعلى صعيد لوكال مع الـ UNFPA كمان ضمينا لهم مع مشروع ليلى ونادين جيم،
لحملة اسمها Let's Talk. هي كمان تشمل الـ awareness على الموضوع الـ HIV والـ AIDS. جوي كلوب هي شركة ألعاب فرنسية عندها بحدود 300 محل بالعالم، فتحت بلبنان ب 2009 وأنا انضميت لهم بديسمبر 2009. بلشت هالمسيرة معهم، يعني فتحنا أول محل، ثاني محل، ثالث محل، وهلأ الرابع. أنا بهتم بكل شيء دعايات وكل شيء إعلانات لجوي كلوب، يعني ماركتينج كوميونيكيشن للشركة. هلا انا بالمكتب او بالمحل من 9 على 5، دونك كل هذا الوقت مكرس لجوي كلوب. كل شيء دعايات، كل شيء اعلانات، كل شيء تعامل مع شركة الالعاب بالعالم وبلبنان. الوقت اللي بكرسه للموسيقى هو اكيد بعد 5. بما انه من 9 ل 5 بالشغل ومن 5 ل عشيه بشتغل على الموسيقى، بجرب بكرس وقت للسبور اكيد 3 مرات بالجمعه مينيموم، وبركض كمان نهار الاحد، خليني شوي اعمل ديستريس عن كل ضغط الشغل كان بقرب الجمعه. وقت بقضي مع اصحابي ايه، يعني بس نكون بسهرات نهار الجمعه ونهار السبت، كمان كل اصحابي بيكونوا معي بنسهر سوا وبنظهر سوا. مع العائله بركي يومين ثلاثة بالجمعة، بس ما يكونوا هن بالبيت بقطع بشوفهم، بقعد شوي معهم وبحكيهم. كثير بحب سافر، كثير بحب سافر، لأنه هيدا الشيء بلشت أعمله من وقت ما أنا صغير مع عائلتي، سو تعودت سافر كل فترة وفترة، أظهر شم الهواء، شوف شو في برا، لأرجع لهون شوي أكثر فريش وعندي أفكار أكثر طبقة هون، وأتعرف على عالم جديدة كمان برا. درست بزنس ادمنستريشن بالجامعه الامريكانيه الاي يو بي، خلصت بال 2009. اشتغلت سنه بشركه اعلان ساتشي ان ساتشي، رجعت انضميت لجوي كلوب. انا وبجوي كلوب بلشت الماسترز تبعي بالايكول سوبيريور ديزافير اللي هي الاذاعه، وهلا عم بشتغل على التيزس تبعي، وان الله راد باخر السنه بخلص. الشيف من تبعي والطموحات تبعي بجوي كلوب هو انه استلم الديبارتمنت الماركتينج يعني، ونكبر، لانه هلا في عنا بلانز لدبي وعنا بلانز للاردن ولمصر وللبلدان العربيه كمان، نعمل اكسبانشن للتوي ستور تشين، وهول هن الطموحات لهلا يعني. بوصل على الشغل على بكره وبشرب الهارد شوكليت تبعي، بقعد بشتغل شوي، وكل ما نلاقي شوي وقت فاضي بنطلع على المحل وبنتعرف على الالعاب الجديده وبنلعب مع الصبايا والشباب فوق وبنتسلى، يعني كله لعب وشغل بذات الوقت. أحلامي حققتها لهلا إذا دي جي منا كبيرة بركة، بس إنه أنا على القليل قدرت أعطي وجهة نظري بالموسيقى. And this is what I like about it. So كل واحد بيعطي وجهة نظره بالموسيقى، كل واحد بيخلق هيدا الجو الفاميلي اللي نحن عنا ببيروت ميكس، and that's how it works يعني. وتفدى بالراديو ستيشن صرنا نعمل
كلوزينج واوبننج ل انترناشونال اكس بيجوا على لبنان. وبعدين بلشت مزبوط الادفنتشر وقت نقلنا على ميكس اف ام. صار تقريبا سنتين عم نشتغل معهم و last month we released our first EP including three tracks and we have four upcoming tracks, so it's looking good. بنشوف حالنا عنا already الكولكتيف تبعنا الليبل عم نعمل موسيقى عم ننزل موسيقى عم نجمع ارتست من كل العالم من كل البلاد كرمال نعمل موسيقى. هلا اكيد we'd like our music to be spread اكثر واكثر كرمال العالم برا تسمع انه بيروت is on the clubbing map مثل ما all the big DJs say in both the big concerts, the big events and the underground parties that are happening as well. واحد بده يعطي كمان لشغله بده يعطي للشغل اللي بيحبها وكي السكسس تبع هالشي هو واحد يلاقي الدوزاج مزبوط بين هالشغله وهالشغله واهم شيء كمان يعملها بمحبه وبباشن